أتصور أنه زيارة الكاظمي هي محاولة لتهدئة الضجيج الذي يثيره دعاة المقاومة والممانعة والفصائل الولائية التي تريد أن يخرج آخر جندي عراقي حتى لو كان استشاريا وليس مقاتلا. وفي الواقع ليست هناك قوات مقاتلة حسب علمي يعني أو لا أعرف يعني، وإنما هو بالأساس قوات استشارية اللي موجودة. فضجيج بالواقع لا معنى له، ونعرف جيدا أنه القوى السياسية الموجودة في المشهد السياسي، لا نتكلم منهم خارج الحكومة وخارج البرلمان، وإنما في المشهد السياسي ينقسمون إلى قسمين، قسم يفضل بقاء الأمريكان وبعض هؤلاء يفصح بهذه الرغوة وبعضهم لا يفصح، وعلى الأغلب هم يعني هذه التسميات التي لا أحبها لا بد أن أذكرها، القوى السنية والقوى الكردية تفضل بقاء الأمريكان، وربما بعض القوى غير الإسلامية أو غير الشيعة الإسلاموية على وجه التحديد. والذين يهرجون بوجوب خروج الأمريكان هم الولائيون والشيعة الإسلاميون عموما ودعاة المقاومة والممانعة وهذا الكلام. يعني بالواقع هو أي إنسان وطني أي مواطن لا يرغب أن تكون قوات أجنبية في البلاد إلا بإرادة وطنية.